مقيم في محافظة البصرة، معرض الكتاب البصري الأول، وهو مخصص للمؤلفين من محافظة البصرة. والحقيقة هذا المعرض مهم جدا وممتاز بميزات جدا رائعة، أنه يوجد فيه تنوع في الكتب والمعروضات بشكل كبير جدا، تقريبا كل مجالات الكتابة موجودة، يعني من الأدب والشعر والقصة والرواية والطب وأدب الطفل ومجالات الفلسفة والتاريخ والدين وغيرها. نشوف أكو تنوع كبير جدا في النتاجات الأدبية والفكرية للمؤلفين البصريين، وهذا إنما يدل على أنه غزارة الإنتاج في محافظة البصرة وأيضا ثراءها بالكتاب والمؤلفين. طبعا كان هذا المعرض من دواعي سرورنا، لأنه بأن يكون هناك معرض للكتاب البصري في قصر الثقافة والفنون، وكعادتنا نحن دائما نشارك يعني بكل ما يخص التراث البصري من مطبوعات المركز، ومطبوعات ليست بالقليلة. فالمركز منذ أن فتح أبوابه كان دؤوبا على طباعة الكتب التي تخص التراث البصري، فهناك كتب في الديني والفقه والأصول واللغة والتاريخ والجغرافيا واللغة والأدب وكثير من المطبوعات، وحاولنا أن نشارك بأكبر عدد من الكتب التي طبعت في المركز. وإن شاء الله يعني إحنا متواصلون مع كل المعارض التي تهم البصرة، لأن البصرة تهمنا وهي مدينة معطاءة ومدينة علم ومدينة تراث ضخم وهائل وكبير. عدد الكتب اليوم مشاركين؟ والله كثير من الكتب، يعني أكثر من 50 كتابا تقريبا من عنوانا، يعني وكل عنوان فيه سلسلة يعني من المطبوعات، وهذا جزء يعني من مطبوعات المركز. والله هي محتاجة، لأن البصرة تعرف هي أم العراق، وهي منبع الإبداع، فيها القص والروائي والشاعر، فأكيد نحتاج هذا المعرض لنسلط الضوء على الكم الهائل الغزير معرفيا وثقافيا في البصرة. عندما تتأمل الكتب وترى التنوع في الكتب، ترى حجم البصرة الإبداعي، نرى الكتب التاريخية، الكتب الأدبية، الكتب المعرفية، الكتب الفلسفية، العلمية، هذا التنوع الثقافي في البصرة. ويعني بصراحة هو لكون المعرض الأول فنرى الحجم صغير، لكن العمق والكبر في الإبداع الذي نراه في الكتب. لو تعاونت كل الأطراف لأصبح المعرض بحجم أوسع. حقيقة المعرض الذي يقيم على قاعة قصر الثقافة والفنون هو يضم نتاجات الأدباء البصريين من شعراء وكتاب قصة وكتاب رواية وكتاب نصوص مسرحية ومختلف التخصصات، والمعرض يعج أو الغزير بالإنتاجات البصرية، وهذا يدل على أن مدينة البصرة ما زالت تعطي، ما زال كتابها، ما زال أدبائها يعطون ما تجود به قريحتهم وإبداعاتهم في مختلف الفنون الأدبية، فهي بحاجة إلى أن يبقى التواصل من حيث الكتابة، من حيث القراءة، من حيث النتاجات الأدبية عموما، فهذا جاء في وقته. ويعني مدينة البصرة ليس غريبا عليها أن تكون مدينة إبداع في أي وقت. فكرة المعرض هي فكرة تتلخص بإقامة معرض الكاتب البصري فقط، بعيدا عن منافسة الكتاب العالمي والعربي والعراقي أيضا. نحب نظهر نتاجات الكاتب البصري للجمهور، وتعاونت معنا مؤسسات كثيرة، اتحاد الأدباء، قصر الثقافة، مؤسسة إنجاز، المكتبة العلمية، ومؤسسات ثقافية كثيرة، والحمد لله والشكر استطعنا في فترة شهر تقريبا جمع أكثر من 600 عنوان لهذا المعرض، وأقمنا المعرض هذا اليوم. والحمد لله نشكر القائمين على هذا العمل نجاحه، ونجح فعلا والحضور جيد، ونبارك للشعب البصري. اليوم مشتركة 6 جهات بمؤلفاتها أو المؤلفات اللي تابعة لها، من ضمنها ركن اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين في البصرة. اتحاد الأدباء شارك بأكثر من 100 عنوان، تقريبا 106 عناوين، بكل عنوان مجموعة نسخ طبعا من الكتب. اليوم الأول
الثاني هو يوم للعرض فقط، اليوم الثالث ستكون هناك حالات من الإهداء المجاني لعدد من الراغبين باقتناء نسخ معينة أو عناوين معينة. طبعا المعرض يستمر لثلاثة أيام، اليوم الأول صباحا ومساء، واليوم الثاني والثالث فقط جلسات أو يكون عرض مسائي. الإقبال لحد الآن بصفته يوم افتتاح جيد، المعرض افتتح قبل قليل وليس قبل وقت كبير، شخصيات رسمية وأخرى شخصيات مثقفة، وأيضا نتمنى من الجمهور المثقف أو المعني بالشأن الثقافي أن يكون حاضرا خلال الأيام المقبلة للمعرض.